لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البدايه بمنتخبنا الاولمبي التونسي لكره القدم بقياده مدرب ماهر الكنزاري اللي واجه الدعوه ل 23 ملاعبي استعدادا للدخول في تربص تحضيري لكاس افريقيا الاقل من 23 سنه المؤهل للاولمبياد باريس 2024، وضمت القائمه كل من محمد امين زغاده، عزيز القاسمي، حمدي العبيدي، احمد العبيدي، ادم قرب، شهاب العبيدي، علي غرام، محمد النصراوي، فارس نيجي، عبد الله العامري، اشرف الحباسي، فاروق الميموني، زياد بريمه، اسامه عبيد، رائد دلق الزيحة، فرج بن جيمة، شوقي بن خذر، هشام بكار، عثمان القروي، عزيز الحرابي، معتز الدم. في أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى، ترجي الرياضي التونسي وصل تحذيراته في حديقة الرياضة باي قبل التحول إلى جربة للدخول في تربص تحذيري مغلق. نذكر أنه الإطار الفني الفريق باب السويقة برمج مباراة ودية ضد شباب بالوزداد الجزائري باش تدور يوم 15 أوت الحالية. النجم الساحلي وصل تحذيراته بإشراف مدربه محمد المكشر، واللي باش ينطلق في تحديد الرصيد البشري للفريق الأول والملاعبية اللي باش يتم التفريط فيهم. من جهة أخرى، الحارس أيمن البلبولي أعلن رسميا عدم وصل تجربته مع النجم الساحلي في الموسم القادم. في اخبار الميركاتو، نادي الدرعيه السعودي اعلن تعاقده مع المهاجم التونسي نسيم شاشيه في صفقه انتقال حر بعد فسق عقده مع نادي حمام لم في الموسم الفارط، واللي سبق له لعب مع عديد الفرق على غرار الاتحاد المنستيري، النجم الخلادي والنادي القرويه. في اخبار لاعبين المحترفين، المدافع الدولي التونسي لفريق ماتز الفرنسي ديلان برون موجود حاليا في ايطاليا من اجل انهاء اجراءات تعاقده مع فريق ساليرنيتانا الايطالي في الميركاتو الصيفي الحالي، رغم انه عقده مع فريق ماتز ينتهي في جوان 2024. عربي، النادي الاولمبي الليبي اعلن تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت لتدريب الفريق في الموسم القادم، واللي سبق له تدريب عديد الفرق الليبيه على غرار اهلي بنغازي، نادي النصر، واهلي طرابلس الليبيه. رسميا الاتحاد المغربي لكرة القدم اعلن عن القطيعة بالتراضي مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش قبل مونديال قطر 2022، رغم انه عقده ينتهي في جوان 2023، واللي نجح في التأهل المونديال مع المنتخب المغربي واللي قادوا في 28 مقابلة حقق فيهم 18 انتصار 8 تعادلات وزوز هزائم. في كرة اليد، الجامعة التونسية أعلنت أنه مقابلة نهائي كأس تونس لكرة اليد بين الترجي والنادي الإفريقي في درب العاصمة باش تتلعب يوم 3 سبتمبر القادم بقاعة رادس متعددة الاختصاصات، وباش تدور دون حضور الجمهور مع الاكتفاء بحضور شبان النوادي الراغبة في متابعة المقابلة. ونذكر أنه المباراة هذه تقرر إعادتها في وقت لاحق بسبب أحداث عنف بين جماهير زوج فرق تسبب في إيقاف المباراة في الدقيقة العاشرة. في كرة السلة، منتخبنا التونسي باش يدخل في تربص تحضيري في المنسير باش تدخلوا ثلاثة مقابلات ودية ضد الكوديفوار يوم 15 و19 أوت وضد جنوب السودان يوم 22 أوت. تربص منتخبنا باش يندرج ضمن تحضيراته المشاركة في المرحلة الرابعة من تصفية المونديال اللي باش تدور في المنسير من 26 ل28 أوت الحالي بقاعة مزالي بالمنسير. خارج تونس، في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي أهم المواجهات، بازل السويسري تفوق على بروندبي الدنمارك 2-1، باناثينايكوس اليوناني تعادل أمام سلافيا براغ التشيكي هدف مقابل هدف. نختم نشرتنا معلومة صحية، تساعد الرياضة على تعزيز المناعة وتنشيط الذاكرة والتركيز بالإضافة لتقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض. هذا كل ما عنا في أخبارنا الرياضية، أجمل تحيات سيدة ترابلسي وإن شاء الله نهاركم زينة. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.